رواش تجاري كبير يشهده سوق حد أدنى نهاية كل أسبوع. تجارة المواشي وخصوصا الإبل هي أهم الأنشطة التي يعرفها السوق الوحيد في المنطقة والمعروف بتجارة الجمال كنشاط مدير للدخل بالنسبة لساكنة هذه الجماعات القروية. حد ديال الدرا هو اللي كيتباعوا فيه الجمال في المنطقة ديال الصويرة، هذا هو السبب. لانه كاين الشاري ولا الشاري شويه دابا شويه، الشاري قليل شويه دابا. ها علاش؟ لانه كاين ما كاينش البراني دابا، فهمتي؟ ما في البراني تيعمر السوق شويه وداك الشيء، دابا ما كاينش البراني. سوق حد أدنى يعرف كذلك انشطه اخرى متعلقه ببيع لحوم الابل، حيث تشهد اقبالا مكثفا من طرف ساكنه المنطقه ومن مناطق اخرى، وذلك راجع لما يجد فيها البعض من فوائد صحيه بحسب رايهم. كل سوق اسبوعي تنزلو نتقدا المسائل، لان فيه اللحم طري وفيه الفائده والمناطق مزيانه. نفس الثمن لا فرق بينها، لانه على الماده وعلى الاعشاب وعلى المواد الصحيه تقريبا احسن. يجوا الناس ياخذوه من الدار البيضاء ومن كل شيء، كياخذوه هنا الجمل وياخذوه من كادير ومن كل البلاد، ومن فرنسا كيدوا الجمل من هنا ياك دواء 40 يوم كيقعد في الدار. كما يعرف السوق الأسبوعي كذلك إقبالا مهما لبيع الأبقار والخيول بمختلف الأصناف المعروفة محليا ووطنيا، كما تقدم فيه خدمات مختلفة لزوار هذا السوق تجعل منه وجهة أسبوعية أساسية.